أنا نازل بمؤسسة سجنية عين السبع واحد، وديجا كنت موظف في الإدارة العمومية، وهنا نتيجة خطأ اللي هو بسيط، يعني عبارة عن سينياتور، ماشي شي حاجة اللي كتخص هذا، عبارة عن سينياتور هي اللي وصلتني هنا. المهم نتيجة هذا الخطأ ها أنا هنا، ها أنا داخل المؤسسة السجنية. فاش بديت هنا في داخل المؤسسة، حاولت ندير اتصال مع المشرف الاجتماعي ولا مع السيد المدير عن طريق طلبات، لأن جا السيد المدير هنا عن طريق طلبات كيجاوبنا ولا كيصيفط لي كيجيبنا عنده كيتناقش معنا في هاد المواضيع. حاولت نشوف الأنشطة اللي كاينة داخل السجن، فنشوف أي أنشطة ثقافية ديال المسرح، أي حاجة، المهم شي حاجة اللي غتخرجني من ديك القوقعة ديال داخل السجن. إذا بيا جيت في لابيريود، المهم أول حاجة جيت في لابيريود ديال الدراسة، كان نيت السيد المدير هو اللي بروبوزا عليا القضية ديال التكوين المهني، وقلتها ليك لي راه نتسجل ماشي مشكل، عطاني لا بروبوزيسيون هو الأول، وافقت عليها، جيت تسجلت في التكوين المهني، ومن بعد تسجلت عاوتاني في باك ليبر، المرحلة الثانية الباك ليبر. صافي هذا هو هنا انا ما خديتش السجن واحد النقمه، خديته تقريبا بحال واحد الفتره ديال المصالحه مع الذات. نقدر انا ما كنتش لاقي الوقت فاش كنت على برا، ما كنتش لاقي الوقت نتناقش مع نفسي اولا نهضر مع نفسي اولا نصلح حتى دوك الاخطاء اللي كانوا فيا. بالنسبه لي هنا انا خديتها كنعمه، انا نقدر يكون ربي كتب لي هذا الشيء على اساس تكون واحد لابيريود اللي غنتصالح فيها انا مع راسي. انا شفت الحبس من هذه الزاويه، ما شفتوش من بصح كنشوفو كتكلم وانت متاثر بطبيعة الانسان، ولكن نقول بان هذه التوبه. الحمد لله اول مره واخر مره. كيتكمل لي على المسار الدراسي هنا داخل المؤسسه؟ بالنسبه للمسار الدراسي هو صافي، المهم سالات لا بيريود ديال جات كورونا فيروس، جا هذا الوباء، يعني انقطعت الدراسه ماشي غير داخل المؤسسه، يعني في العالم كامل، يعني ماشي غير حنا اللي انقطعت عندنا الدراسه، انقطعت الدراسه في العالم كامل. بقى الاتصال اللي بيننا وبين الاداره ديال المؤسسه، يعني كيجيبوا لنا لي بوليكوب وهذا الشيء، كيجيبوا لنا الغرف ديالنا، وفي نفس الوقت كنديروا الاذاعه، كانت الرياضيه والرابعه اللي كيديروا هذو، الرابعه كينقلوا الدروس. صافي بقينا متبعين، هما كانوا دايرين معنا شي كان جور ولا 20 يوم كيجيبوا لنا لي بوليكوب، كل مره كيجيبوا لنا شي حاجه ديال لي بوليكوب. صافي بقات بحال هكا، واغلبيه البريباراسيون مع الدراري اونكور في لا شومبر. كيف ممكن تكلموا على البريباراسيون في عهد كورونا؟ يعني كما قلت بوليكوب تلعب، ما كاينش تواصل مع الزملاء ديالك، لا كان عندنا التواصل غير داخل الغرفه، كان داخل الغرفه، يعني واحد اربعه ولا خمسه ديال الدراري دايرين نفس الشعبه، راه هذيك فين كنبريباريو مع بعضياتنا، هذا عنده شويه وهذا. ولي بوليكوب اللي كانوا كتعاوننا بهم الاداره، يعني هذوك، اما قبل من كورونا غير بواحد السيمانه كنا يلا غنبداو في ليكور هنا داخل المؤسسه، كانوا اساتذه وكنا غنبداو في ليكور هنا، يعني كنا كنصاوبوا مع السيد المشرف الاجتماعي، هذاك كان كيصاوب معنا بروغرام على اساس كل نهار يعطينا فيه جوج سوايع ولا ثلاثه سوايع اللي غنبداو نبريباريو داخل المؤسسه، عاد نخرجوا للغرف ديالنا. تكلم على اليوم كيفاش داز الصباح، فقتي جيتي مباشر مع جيتي هدت، يعني تكلم لي على المسار من الزنزانه لقاعه الامتحان، يعني دابا التدابير. هو التدابير بالنسبه للاداره رقمت يعني بالواجب والزياده شويه، يعني فاش الناس تمل الفياق كيفيقوك هما قبل من الوقت، يعني راه باغي لك، المهم راه باغي لك مصلحتك، يعني راه يقدر يخليك ناعس ولا ما يتسوقش لك ولا فيقونا قبل فيقونا مع 6 ولا 6 ونص ديال الصباح، فيقونا لقينا البيبان محلولين، الفطور الخبز داكشي كلشي كيجي جا في الصباح. صافي فطرنا، اذا بينا خرجنا بار اون ليست، يعني كل واحد كيتبوانتا بلا ليست ديالو، الاماكن مرقمه فين كنوقفوا، عندنا مساحه التباعد ديالنا واحد الامتر اللي ما بيني وبين الولد اللي قدامي، واون بليس الكمامات ولا كاسك هادو راه هما الاولين قبل ما نخرجوا من الجامعه.